السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جيسبركم زالي بيان. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم ان تري بون هومور، تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا اموركم احسن ما يرى. الوغ جو ميكسكوز هاد النهار البارح غبرت على يوتيوب، وصراحه والله العلي العظيم الا فاش كان فاش كيجي شي واحد تيقول لي اختي سناء راه مالي ما كتحطيش فيديو، لا تنرجع نشوف لا فيديو ديال مالي قبل الفيديو ديالك، راه فريمون تيعاونونا سورتو كما كنلقاو شي واحد في عائلتنا يفهمنا، شي واحد في عائلتنا يوقف معانا. والله العلي العظيم بسبب هذوك لي فيديو باش انا باقا كاينه في يوتيوب، وبسبب هذوك بادون بسبب هذوك لي كومونتير باش جو في دي فيديو. بحال دابا انا خارجه وقياله خدامه ما عنديش اسي دو طون باش نصور لا فيديو، قلت والله تنطلل عليكم واخا غير فيديو بحال هكا، وان شاء الله غادي نحاول نكون تري تري اكتيف، نبدا ندير دي بوبليكاسيون لايف. غادي نحاول ان شاء الله، دعيو معايا ربي يعاوني وربي يقدرني، باسكو والله العظيم باش تقاتل وتجبد من الوقت ديالك وهذا راه سي با فاسيل، واخا ربما انتما كتجيكم سهله، مي كل واحد راه ربي عالم بيه، كل واحد الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم الظروف ديالو. الوغ بالنسبه للناس اللي اول مره يلتحقوا بالقناه، مرحبا بكم مع كوتش سناء. دونك مرحبا بكم ان شاء الله في هاد الفيديوهات اللي كتهضر فريمون على وسواس قهري، اكتئاب، اختلال الانيه، نوبات هلع، اي انسان كيعاني شي معاناه بحال هكا، نيزيتي با انكم تتابعوا هاد القناه هذه اللي ان شاء الله ما كتبخلش عليكم بالنصائح وبالحويجات الزوينين والنصائح القيمه. بيان سور الا كنتو انتريسي باغ ان كوتش ولا ثيرابيوت اللي يوقف معاكم ان شاء الله في هاد لابيريود هادي، نيزيتي با انو كونتاكتي، نيميرو التليفون ديال سيرجي خلي لكم هنايا، ان شاء الله غتلقاو وسي في لا ديسكريبسيون بوكس. جو بروبوز ان باك فريمون بان بري تري تري سيمبوليك اللي هو 500 درهم فيها 5 سيونس، شاك سيونس 1h30 دو ثيرابي او لي ساعه ونص، سي تكونوا لي سيونس اون لين يعني سي دو اي كوتشينغ، دوكو كتافيكتيو لو بيمون ديالكم تمنا معاكم لي سيونس، دونك سي فريمون سي تري افيكاس و سي تري رابيد انكور. بالنسبه لاخر فيديو كانوا بزاف ديال لي كومونتير، بزاف ديال الحوي بزاف، انا بعدا شوفوا كانوا انتقادات، وانا كنحترم الانتقاد ديال كل واحد ومرحبا، لان ما يمكنش لينا نعجبوا الناس كاملين، ولكن كنتظر ان بيان سور لي كومونتير يكون بواحد الكلام طيب، لان كما قال سيدنا رسول الله قل الخير انا وصمت. بيان سور وكنحترمكم كاملين وكنحييكم بزاف الناس اللي معايا ولا مش معايا، الناس اللي قالوا انا مش مقبوله ولا هذا، هذيك حريه ديال الشخصيه ديالكم ولكم واسع النظر في انكم تقولوا اي حاجه بغيتوا. وبالنسبه للناس اللي شكروني وقالوا كلام طيب في حقي بارك الله فيكم ولريح الشمنه، والله يجعلنا ان شاء الله ديما عند حسن الظن الناس اللي كيبغيونا وبارك الله فيكم. وان شاء الله والله انا وحدي دابا قالت لي راه فاش ما كتحطيش فيديو كنرجع نشوف لا فيديو اللي قبل، عاد حشمت من راسي وكنقول تفو كوني كنقدر كل نهار نكون حط حتى دو فيديو في النهار ونكون تري اكتيف، والله العظيم الا حشمت، حيت اصلا بزاف ديال الناس كيسحبوا مني كندير هادشي على الفلوس، راه كاين واحد الدافع نفسي، كاين واحد الدافع ديال انك تعاون الناس بلوس كل فلوس، لان الفلوس راه الناس اللي ديجا داخلين في الطومين راه عارفين بان راه ما كاينش شي فلوس، راه فريمون الا خدمتي خدمه عاديه راه تقدر تدخل احسن من بزاف ديال 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 لي ثيرابي، احسن من بزاف ديال لي سيونس. مي بالنسبه ليوتيوب، يوتيوب اصلا ما فيهش فلوس، انا كنهضر على راسي، انا ما كندخلش فلوس من يوتيوب، وديجا الناس اللي كيفهموا راهم عارفين، وما غاديش نبقى نتطرق لهذا الموضوع بزاف باسكو هضرت عليه بزاف. الوغ واحد الاخت كتبات واحد التعليق زوين وانتقاد ولكن عجبني، في اسئله زوينه. اول حاجه انتقدت الحجاب، دونك الحجاب هذاك ما غاديش نجاوبك عليه اختي، لان انا بالنسبه ليا الا بغيتو الا بغينا نتوما كتدخلوا تشوفوا هاد لا فيديو ماشي كاستيل فيستيمونتير، الله يرضي عليكم، نتوما ما كتدخلوش تشوفوا هاد لا فيديو هادي باش تشوفوا انا شنو كنلبس اولا انا كيفاش كنبان، لان في الاول والاخير انا ماشي هنايا في يوتيوب على قبل الفاشن، ولا انا ماشي هنا في يوتيوب باش تشوفوا الشكل ديالي. ما كيعجبكمش الحجاب ديالي، ما كيعجبكمش الستيل ديالي، تقدروا ديروا لي زيكوتور ما تشوفوش كاع الوجه ديالي وتسمعوا ما يفيد، لان انا هنايا بلوس كندير هذا المحتوى هذا ماشي باش تشوفوا الشكل اولا باش تشوفوا وجهي، ما هنا باش تسمعوا الكلام ديالي وتسمعوا النصائح اللي تنقدم لكم. والناس اللي يعني كينتقدوا الحجاب بزاف الله يجزيكم بخير، رجعوا الفيديوهات اللي قبل، انا راه كنت متبرجه، والانسان اللي كيبدا يصلح من راسه كيبدا يصلح دقه دقه، يعني بيان سور الدين يسر، وهذا كلام سيدنا رسول الله، ولا يشد في احد الا غلبه. دونك انا كنمشي بواحد المنطق في الحياه ديالي ديال ان اي حاجه كنبداها درجه درجه، وما كنبدا درجه درجه باش ما نحسش براسي تزيرت. وحنا بيان سور كل نهار كنحاولوا نصلحوا نفوسنا، كنحاولوا نغطيو المفاتيح ديالنا وكنحاولوا نصلحوا من راسنا، من الله يجازيكم الخير. هاد لي كومونتير على الحجاب انا كنتقبل، انتيو معايا قول يا ربي تزيد تبتك يا ربي تزيدك، ما باش تبقى وادي تخربيقه، هذا ماشي حجاب، انا فوزيت اون تران دو فير دو لا كريتيك و سي دو لا ميشونستي غراتويت، هذا واحد الشر اللي يعني الانسان فغينا عليه وانتقاد فغينا عليه، لان انا كنقدم لكم لا تيغابي، كنقدم لكم نصائح ماشي هنايا باش تكريتيكيو مون ستيل فيستيمونتير ولا باش تكريتيكيوني فوالا. بالنسبه لهاد الاخت هادي هضرات اوسي على اختي سناء، نورمالمون اول ما بديتي القناه بديتي كتهضري على
على يعني الدين والسنه. واش انا دابا واش انا ما كنهضرش على الدين والسنه؟ واش انا دابا كنقول لكم انني انا بريت بلا دين وبلا سنه؟ الهضره ما كايناش. انا جو سوي توجور كنهضر حتى في لي ثيرابي ديالي الناس اللي كنخدم معاهم في الكوتشين وتندير معاهم لي سيونس عارفين بان انا جو سوي توجور كنهضر على الدين والسنه. وجي جامي ديسوسي ما عمرني فرقت البرنامج العلاجي اولا ما عمرني قلت لكم بانكم غادي تقدروا تبراو غير بالعلاج النفسي ولا ثيرابي النفسيه. ديما كنهضر على البرنامج العلاجي الديني كنعطيه لكم في البروغرام. فاش كنجي نخدم معاكم كنخدم معاكم شي حويجات اللي ما كاينينش في يوتيوب، لان ما يمكنش لي انا ناخذ واحد الربح مادي بلا وما غنقدم لكم والو. حيت قايس بزاف ديال الناس صافو عند حمد الراقي الحياط ولا عندي تيقولوا ايوا كيفاش حنا غادي نخلصوا 500 درهم وكتعطي البرنامج العلاجي؟ انا ما تعطيش غير البرنامج العلاجي، تنعطي تشخيص الحاله شنو عندك شنو عندك شنو عندك، تنعطيك البرنامج العلاجي اللي اديكوا في الحصه الاولى والحصص اللي كيبقاو كيبقى لو ريجيم اليمونتير الكول ثيرابي علاش كنديروها لا شيمي اللي كتوقع في الدماغ ديالنا شنو لو تروب اللي كيوقع الوسواس القهري شنو لو تروب اللي كيوقع فيه اكتئاب شنو لو تروب اللي كيوقع فيه اختلال اني شنو لو تروب اللي كيوقع فيه وكيفاش كنقدروا نعالجوا هاد لو تروب الشيميك اللي كيوقع. انا ما تنقولش لكم انا وليت ضد الدين، انا ماشي ضد الدين والدين بيان سور راه قد ما شديتو في العلم وقد ما الانسان قرا العلم بزاف قد ما غادي يتدين، لان القليل من الفلسفه يؤدي الى الشرك والكثير منها يؤدي الى التوحيد. باش نتفقوا على هاد الامور هادي، يعني بالعكس الانسان باش كيقرا الدين اكثر ما حدنا حنا كنتفقهوا في الدين ولا ما حدنا حنا كنقراو العلم 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 بزاف وكنتعلموا وتنثقفوا غنزيدوا نشدوا في الدين ديالنا وغنزيدوا نشدوا في التوحيد ديالنا. وسبحان الله ما حديت نقرا على الخوف، ما حديت نقرا على الدخول اللي تيوقع وانا كنتيقن بان كاين عدو الله وكاين الشيطان. بيان سور الشيطان تياتاكي لو كوتي بسيشيك وتياتاكي لو كوتي العضوي، يعني لو كوتي اورغانيك ولو كوتي جسماني. يعني حنا فاش غادي نجيو ناتاكي وحاله اكتئاب ولا حاله نفسيه خصنا ناتاكيو من لي دو كوتي، الجانب الروحي اللي هو لو كوتي سبيريتويل بالبرنامج العلاجي الديني، وبيان سور خاصك اتاكي بلو كوتي اللي كيأديك جسمانيا. كتبداو تحسوا بواحد لافاتيك انطونس شنو خاصكم ديروا، كتبداو تحسوا بواحد الرغبه في القيء، المعده ديالكم كتضركم، كتحسوا بلو فيرتيج. هنا خصنا واحد العلاج اللي شويه طبي باش كنعاونو. ملي كنقصد العلاج الطبي ما تنقصدش كنعطي ادويه، مي كنعطيو دي شوز اولا دي زاكتيفيتي افير اولا دي شوز افير كي سون كومباتيبل اولا عندهم نفس ليفيكاسيتي ديال الدواء، غير انت كتاخذهم دون مانيير ناتوريل دي زاكتيفيتي افير دي ثيرابي اللي كنديروهم اللي حلال طيبا. بيان سور القران ديالنا الكريم سباق لهاد الامور هادي. وكون مثلا لو ريجيم اليمونتيغ اللي تنعطيه راه اصلا كاينه صوره في القران الكريم اللي هي صوره المائده اللي نزلت على السيده مريم اللي كتهضر على الماكله. دونك الماكله كاينه صوره كتنهضر على الماكله، يعني ما يمكنش لي حنا الماكله راه حرام. انا كنهضر على الماكله وكنهضر على لو ريجيم اليمونتيغ اللي غادي يعاونك بوغ دي باسي او لو سيغمونتي الاكتئاب راه ماشي حرام. ولي الا كنهضر على المبارد كيفاش لي نورون كي فونكسيوني وكيفاش لو تروبل اللي كيكون عندك فلاشيمي ديال الدماغ كيفاش داك لا كول ثيرابي تعاونوا، راه القران الكريم ديجا هضر فاش قال سيدنا ايوب اركض برجلي مغتسل بارد. دونك هضر على المغتسل البارد. الرياضه فاش كنهضر على الرياضه كنهضر على العومان كنهضر على لا سبور لي زاكتيفيتي سبورتيف لا مارش. القران الكريم ديجا داوي على قال سيدنا ايوب اركض برجليك. دونك انا ما تنقولش شي حاجه حرام. والناس سورتو اللي داخلين معايا في لا ثيرابي ودرنا درنا 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 دي 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 سوت درنا دي سيونس على حساب لا دي بيرسوناليزاسيون، درنا دي سيونس على حساب اختلال الانية على حساب الوسواس القهري على حساب الاكتئاب، راه دوك لي فورماسيون كاع اللي كنقدم كنشرح له طبيا وتنعطيه العلاج الطبي وتنعطيه العلاج الديني. والعلاج الطبي هو واحد المساندة نفسية وكيقدم لك واحد المساعدة اون باراليل مع العلاج الديني، لان ما يمكنش انا واحد الانسان غادي نقول لي 24 ساعه بقى تقرا القران ولا 24 ساعه بقى تذكر الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا بمخلوقات ملائكيه، حنا خصنا نلعبوا ليكيليب باسكو عندنا عقل يميز، لان الله سبحانه وتعالى عندما خلق الانسان ميزو بالعقل واعطاك العقل باش جوج بوغ دو شوز باش تعبدو، لان الاصل في الخلقه ديال بني ادم هي عباده الله، والاصل الثاني هو اعمار الارض عن طريق عباده الله. يعني انت او ميم طون كتعبد الله سبحانه وتعالى عن طريق العباده الدينيه، او ميم طون كتخدم وهذيك الخدمه واش فيها تطبيق لعباده الله. ما عرفتش فهمتوني ولا لا؟ دونك راه العباده الله سبحانه وتعالى هي جزء لا يتجزا، اولا الاعمار ديال الارض هو جزء لا يتجزا من الدين. وانا الا كنت كندير لي ثيرابي فيهم الماكله فيهم ليكوت اكتيف فيهم الكول ثيرابي فيهم لا دي بيرسوناليزاسيون كتشرح الانسان دوك لو تروبل كيفاش وقع وتشرح ليه ديك لا مالادي كومون سا فونكسيون، ما تيعنيش ان هادشي غادي يغضب الله سبحانه وتعالى، لان كاين ايه في القران كتقول بان الله سبحانه وتعالى يستحي من عباده العلماء. والله سبحانه وتعالى كرم العلم وكرم العلماء، وكل انسان كيتعلم وكيزيد في النهار ديالو راه عنده الاجر عند الله سبحانه وتعالى. بلا ما نهضروا على الاجر الدنيوي غنهضروا مع على الاجر الاخروي، لان الله سبحانه وتعالى غادي نتسالوا يوم القيامه على جوج ديال النعم، نعمه الصحه والفراغ. دونك هذاك الفراغ ديالك فين ضيعتيه؟
دونك خاصك تكون كتعلم. وضيق في عهد سيدنا رسول الله كان واحد الانسان كان ديما كيتعبد وديما جالس في واحد المسجد يتعبد وكيدير الخلوه مع الله سبحانه وتعالى. وجا عندو سيدنا رسول الله قال له شكون كيصرف عليك؟ قال لي الاخ ديالي. قال له الاخ ديالك دا لك كلشي. شنو المعنى ديال شنو المغزى من هذا الامر؟ هذا ان العباده الروحيه ماشي بوحدها كافيه. ممكنش انا نبقى 24 ساعه وانا تنعبد الله سبحانه وتعالى وصافي وناس غادي يصرفوا عليا، ناس غادي يوكلوني، ناس غادي يشربوني. دونك الحمد لله السنه والقران هضر على هاد الامور هادي، لا داعي انني انا غادي نزيد يعني نهضر فيها بزاف. دونك هاد الامور واضحه. الناس اللي خدمت معاهم لا فورماسيون غير دير لكم كتبوا لي كومونتير، كنعطيكم لي ريجيم اليمونتير لو تروبل. عندنا اربعه ديال الوزينات اولا اربعه ديال النواقل العصبيه اللي توقع فيهم ان تروبل في اللحظه ديال الاكتئاب. هذوك لي تروبل اللي تيوقعوا تنعطيك كل نورون شنو كيدير، شنو المهمه ديالو في الحياه، كل نورون شنو كيوقع ليه في لحظه الاكتئاب، وكيفاش كنرجعو يخدم بطريقه اللي طبيعيه بلا ادويه بلا والو، وبطريقه طبيعيه مي طريقه الحمد لله لا علاقه لها لا بالشرك بالله ولا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. دونك الحمد لله انا شاده في حب الله سبحانه وتعالى وعارفه بان اي حاجه كنقدمها ما غتزيد بداك الانسان اللي كنخدم معاه الا ثقه في النفس، الا ثقه في الله سبحانه وتعالى، الا تقربا من الله وتقويه للشخصيه ديالو. والحمد لله ناس خدمت معاهم براو ودعوا المرض وصلوا الحمد لله لواحد لي ستاند زوينين في حياتهم، وهذا الشيء ما كيزيدني غير فيختي. واي انسان خدمت معاه سبحان الله تيقول لي بان راه داكشي زادوا ايمان وزادوا تقرب من الله، وهذه سي تون فيختي بوغ موا. وبالنسبه ليا غير هذه كتريحني. ولو في ديال انني انا عندي دي باسيون خدمت معاه باسكو ما شاء الله صافي دو زون وانا تنخدم لا ثيرابي وكثر طالعه في 3 زون، دونك عندي دي باسيون برا وصلوا شفاء تام زوج وقراو، كاين اللي بدل الخدمه، كاين اللي زاد حياته، كاين اللي خدم، كاين اللي تزوج. انا بوغ موا غير لو في ديال انهم هما تياميليوغي في حياتهم وتيفوليو، هذاك هو الاكبر نجاح بالنسبه ليا. شي واخا نحبس الكارير في عمر 30 عام يكونوا براو عندي في غراس لدي فيديو، والناس اللي خدمت معايا يكونوا براو 20 31 واحد اللي كيدني وما فيها، باسكو بزاف ديال الناس مالوغوزمون ما تيعرفوش يخرجوا من لا ديبرسيون. بالنسبه في لا ثيرابي اوسي كندير لي كونتاكتيف. لي كونتاكتيف هي ان داك الانسان كتصنت ليه كتسمع المعاناه ديالو كتشرح له كل معاناه شنو السبب ديالها، واش هادي حرام هادي ماشي حرام. دونك هاد الامور كاع اللي تنديرها انا في لا ثيرابي ديالي لا علاقه لها الحمد لله بالشرك بالله والناس اللي خدمت معاهم. بالعكس انا في لا ثيرابي ديالي كنهضر بزاف على حسن الظن بالله، على التقرب من الله، على دروس التوحيد، على قراءه القران، على ان الانسان يعمر قلبه بالله. ولكن اون باراليل كنعطيهم دي بروغرام اللي كيطبقوهم، دي زاكتيفيتي افير او كور دي جورني ديالهم اللي غادي يعاونو بيان سور باش يسيغمونتيو هاد لا سيتواسيون هادي. دونك سيتي لا فيديو ديال اليوم باش نشرح لكم بان انا لا علاقه لي بالشرك. وفيت هذا ماشي تفسير لبعض الناس اللي خايبين اللي كيجيو كيديروا دي كومونتير خايبين، هذا تفسير للناس اللي كيسولوا من نيتهم اللي بصح كيكون عندهم واحد الـ واحد الـ واحد الـ يعني واحد اللوبس فوالا اونفير لا فورماسيون. وبالنسبه للناس اللي تيقول لك انا داكشي اللي كنقدمه في يوتيوب واللي تنقدمه في لا فورماسيون، لا خوتي انا جو سوي با ايجوت، وانا ماشي واحد الانسانه اللي عبيطه لهاد الدرجه اللي غتخلصني وغنعطيك نفس الحاجه اللي كاينه في يوتيوب. شنو غادي نعطيك؟ ميمكنش. غير كدير معايا لا فورماسيون تندير واحد لا ثيرابي اللي مختلفه، تو ديبون على سيتواسيون ديالك، تو ديبون على الحاله ديالك. دونك لا ثيرابي اللي تنخدم عليها لا علاقه لها في يوتيوب، بيان سور هو نفس المنهج تقريبا، ولكن المعلومات اللي تنعطي وداكشي اللي كنقدم الحمد لله بشهاده الناس اللي كنخدم معاهم لا ثيرابي كيقولوا لي سناء كنا كنستافدوا منك في يوتيوب، ولكن في الخاص كاين حويجات زايدين، كاين حويجات اكثر. علاش؟ لان في الخاص بيان سور راه كل واحد تخدم معاه في شاك سيونس 1h30، تخيل معايا ان ساعه ونص وانا كنهضر وانا كنهضر، راه حتى الهنا ديالي كينشف. قسما بالله كنقدر نكونسومي قرعه ديال اطر ونص سيونس باش كنقدم وباش كنعطي المعلومات اللي خاصها تعطى. اي في فوالا. دونك انت ديال لا فيديو ديال اليوم كل واحد كيشوف هاد لا فيديو نوض تعالج راسك، الشفاء كاين، خوي راسكم من دوك لي كومونتير وديك الفتن. الانسان دار واحد الهدف بين عينيه يتقاتل على قبله، غادي تبراو ان شاء الله. نوضو انت اللي كتشوف هاد لا فيديو، انت اللي كتشوف هاد لا فيديو عندك امكانيات سير تبع مع شي بسيكولوج، ماشي بالضروره تشرب ادويه، ماشي بالضروره يعني باش تشرب ادويه باش تفرغ على ديك الطاقه السلبيه اللي عندك، باش واحد تحس بان كاين واحد لاباتي، كاين واحد الانسان تيحس بيك، كاين واحد الانسان تيفهمك وتيعطيك دي بتي كونساي اللي ربما انت في ديك اللحظه ديال الاكتئاب ما بينيش ليك. ماشي بالضروره انا، اي كوتش اي بسيكولوج، المهم الحمد لله يكون مسلم، يكون يعني عنده واحد ما يكونش ملحد ولا بعيد على طريق الله سبحانه وتعالى، يكون واحد الانسان مسلم باش كيعطيك دي كونساي اللي زوينين. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي مويان تفرجوا في لاشين في يوتيوب، حاولوا تبعوا لي كونساي، تفرجوا غير شي فيديو عطاوكم لي كونساي اللي تبعوا، بقاو متبعين لي كونساي ولي فيديو بعدو منهم. شي فيديو دو موتيفاسيون اللي غادي يعطيكم الطاقه تفرجوا فيه، شي فيديو هكا اللي غتبقى غير تضيع فيه الوقت ديالك، نوض براتيكي لو بروغرام ديالك. فوالا كانت ديال لا فيديو ديال اليوم. جيسبر بلي ان شاء الله انني غادي نحاول نبقى نحط جوج فيديوهات في النهار والله العظيم على قبل الناس الزوين.
الزوينه اللي كتكتب لي كومونتيرات زوينين اللي تيحمقوا الله يشافيكم والله يعافيكم وكما قلبكم زوين وقلبكم صافي وتتبغيو الانسان الخير وتتقدموا له الخير واخا غير بكلمه طيبه. عارف شي واحد الاخت كتبت لي واحد الكومونتير ديال تبارك الله عليك راكي في بدايه النجاح وراكي غاده والله يرزقك الزوج الصالح والله يعطيك الخير. عرفتي شحال دعيت معاه لانها فريمون فرحاتني الله يفرحها والله يفرحكم اجمعين وما تصوروش شحال كندعي مع كل واحد تيفرحني كومونتير زوين وهذا. الله يشافيكم الله يقويكم الله يجعلني ان شاء الله ديما عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله ما نبقاش ندخل عليكم ونحط لكم ديما مواضيع جديده. وفوالا الا كنتو انتريسي باغ دي سيونس دو ثيرابي معايا نيمرو التليفون تلقاونا تلقاوه في لا ديسكريبسيون بوكس نيزيتي با نو كونتاكتي وكنعطيكم ان شاء الله موعد فيديو مقبل. غو بيزو مع السلامه.